الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد سيد السادات، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل الخيرات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا بهم ومعهم يا رب العرش العظيم. مرارا لحديثنا المسلسل عن قصص كتاب الله عز وجل، وصلنا في شأن قصة أصحاب الكهف إلى أن الله تعالى قد أحياهم بعدما أنامهم تلك النومة الطويلة، وابتعثهم ليدل على قدرته وعظمة خلقه في الكائنات. قال سبحانه: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أحياهم الله وتشاوروا فيما بينهم بعد أن شعروا بالجوع أن ينزل واحد منهم يكون حكيما في التصرف، لطيفا في التحرك، يدخل إلى المدينة ولا يشعرن أحدا من أهلها بقدومه ونزوله، يتخفى ويدخل إلى أحياء بعيدة غير تلك الأحياء التي اعتادوا أن يكونوا فيها، فيأخذ منهم بالمال الذي معه بالورق، والورق هو الفضة، وكثير من الإخوة يقولون بورقكم، وإنما هي بورقكم بالكسر، وبالكسر تعني الفضة، وكان معهم دراهم، والدراهم تصنع في القديم من الفضة والدنانير من الذهب. فابعثوا أحدكم بورقكم بفضتكم بدراهمكم الفضية إلى داخل هذه المدينة فليأتكم برزق منه. تعابير المؤمنين يا أيها الكرام تدل على حسن توكلهم على الله في كل الأحيان. قال: إيش الدليل؟ وين؟ إيش المكان؟ قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم طعام برزق. هذا شيء مرزوق حتى لو دفعت حقه. قال: أنا عم بتعب وبنزل وبشتغل وبكد وبتعرض للمخاطر، صحيح، لكن بجانبك رجل آخر عنده نفس البضاعة التي عندك، وأنت يأتيك المشتري وذاك لا يأتي، من الذي يرزق؟ قلت: التعبير القرآني تعبير دقيق عن خفايا النفوس وعن حسن إيمان من يقول هذه الكلمات. فليأتكم برزق منه وليتلطف، وليكن لطيفا في حسن تعامله مع الناس كي لا يزعجن أحدا فيجتري أحد عليه ويشعر بكم، ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم أن يستشعروا وجودكم وخبركم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أي قهرا وقسرا وجبرا ولن تفلحوا إذا أبدا. الذي يخرج من ملة الحق يعود إلى ملة الكفر بعد أن عرف أن الحق حق والكفر كفر ليس بمفلح قط، ولن تفلحوا إذا أبدا. لذلك كثير من الناس يشككهم بعض الملاحدة في دين الله حينما يسمعون حكم المرتد. الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. الآن وسائل الاتصالات الحديثة وغيرها ممن يدخل عليها ما هب ودب يكتبون: يا أخي إيش هذه حرية الرأي؟ الذي يبدل دينه يقتل؟ أنا يا أخي بدي أصير نصراني، إيش بدك مني أنت؟ لأن تقول لليهودية ما حدا له علاقة، ما بدي آمن شيطاوي، مين دخله؟ لا
لو أن أي مكان في العالم يقيم فيه أي إنسان فخالف أنظمته وقوانينه، أترى أي مكان وأي دولة وأي جماعة موجودة في أي دولة في الدنيا ترضى لأحد من الناس أن يخالف قوانينها؟ لا. طيب، لا يخالف قوانينها، ولكنه قال أنا لا أعترف بوجودكم كدولة مطلقا، أنتم لستم بدولة، لو أنه مقيم في أي دولة أنتم لستم بدولة وليس لكم دور وليس لكم وجود وقوانينكم وراء ظهري وأنا أمشي على ما أراه وهكذا، لا يقبلون من؟ لا يقبل أحد بذلك. قبل كل هذا يا أيها الأحبة، وهي المسألة التي تختلف على بعض الناس، نحن حينما ندعو إلى الإسلام أمرنا ديننا أن نلزم الناس ونكرههم على الدخول في الدين. إذن الذي يدخل في الإسلام يدخل عن قناعة، الله تعالى يقول لا إكراه في الدين. فبعد أن تدخل في الدين عن قناعة وتعرف أنه الحق، هل يمكن لعاقل بعد ذلك أن ينقلب إلى الباطل إلا أن يكون قد أصابته لوثة من الجنون، أو وهو الأغلب أن تكون له غايات أخرى؟ ما هي هذه الغايات؟ كل فترة نسمع في الدولة الفلانية في المكان الفلاني في هكذا رجل تنصر أو هكذا ألحد، انظرونا إليه ماذا يفعل؟ أتبع أخبار هؤلاء. في يوم من الأيام قبل 25 سنة رجل اسمه سليمان رشدي، تذكرون، ألف كتاب آيات شيطانية، كان مسلما ثم كفر بالله وهرب من بلاد المسلمين. ماذا فعل؟ كفى خيره شره كما يقال في العامية، مباشرة ألف هذا الكتاب. ماذا يقول فيه؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم عاشق للنساء، تزوج كذا وكذا امرأة. يقول هذا القرآن فيه ضلالات وزيغ واحتقار لبشرية الإنسان و و و و و، وبدأ يلطم ويخرج من فيه ما لا يقبله إنسان. هؤلاء المرتدون يا أيها الكرام، لا يرتد إنسان. ترانا جميعا الآن أي إنسان فينا حتى لو كان مقصرا في دينه ولكنه عاقل، لو قلت له هكذا أتريد أن تخرج فتصبح يهوديا؟ أقول لك أعوذ بالله خيوم، ولا كان يشرب خمر، ولو كان والعياذ بالله يأتي الفواحش، أقول لك لا الحمد لله أنا نعمة الإسلام أنا مسلم خير. لماذا؟ لأنه يعرف أنه على الحق ويرى زيغ غيره. بعد كل هذا يأتي إنسان يقول لا 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 لا، الإسلام ليس بحق وأنا أريد أن أغير ديني. مثل هذا بعدما قلناه يقبل من؟ لا يقبل من. إذن هذا ليس افتئاسا على حرية أحد ولا تعديا على أحد ولا ظلما لأحد، وإنما هذا يستحق، لأنه كما قلنا إما أنه قد أصابه لوثة من الجنون، وإذا أصابه لوثة من الجنون فلا حرج عليه ولكن يبحث أمره، وإما أن يكون له أغراض أخرى وهي تشويه هذا الدين الحليم، فهذا الدين لا يقبل من أحد أن يشويه بعد أن يكون من أبنائه. لذلك ورد الحديث بهذا الأمر، قال الله تعالى حاكيا عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا إذا غيرتم دينكم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وإعادتكم في ملتهم تؤدي إلى أنكم لن تفلحوا إذا أبدا. وخرج هذا الشاب الفتي ومعه الدراهم حتى اقترب من المدينة التي كانوا فيها، فلما وقعت عيناه على أوائل مناظر المدينة لم ير شيئا يعهده ولا أمرا يألفه، رأى شيئا غريبا، أبنية غير الأبنية، شوارع وأزقة غير تلك الأزقة، واقترب قليلا فبدأت تلوح وجوه أناس غير تلك الوجوه التي اعتادها وعهدها من الناس، كما قال ذاك القديس قائل ذكرني بقوله لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدتهم من أهلها، ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وكرامها، ناديت من قلبي بكل كلمة بكل قائلة نسيب
أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. أشبه، لكن في أمور مختلفة كثيرة. نحن قد نكون في هيئاتنا وزينا متشبهين بالصحابة الكرام في لحانا، في عمائمنا، في لباسنا، قد نكون كذلك، ولكن حياتنا وأفعالنا مختلفة كثيرا عنهم. لذلك لم ننل ما نالوا ولم ننجز ما أنجزوا. هذا الرجل يستغرب ما يقترب منه، كلما يقترب قليلا يجد الغرابة أكثر ويتعجب أكثر. أضعت الطريق، أضللت السبيل، أزغت عن المكان، ويفرك عيني. يا أخي أنا خرجت من هذا المكان وذاك هو الكهف، هذا هو المكان الذي توجد فيه المدينة. فقال لنفسه: أي شيء فليكن، إنما أدخل لأشتري الطعام ثم أعود إلى أصحابي وليكن ما كان. واقترب إلى أول بائع للطعام فأخرج له نقوده وأعطاه إياها، الورق الفضية، الدراهم. فأخذها هذا الإنسان فجعل ينظر فيها. هذه مصكوكة قبل 300 سنة، ما يوضع عليها من أختام ومظاهر كذا ونقوش. يا أخي هذا الصف قبل 300 سنة، يقلب هذا الإنسان يعجب. هذا الرجل قلبه على أحر من الجمر، على مثل الغضب. ينظر إلى صاحبه يقلب الدراهم، شك في أمره، قال: لعله من حرس الملك، فلعله أشعر بي وأحس بي وهو لا يدري من أمره شيئا، ولا يعرف أن هذه 300 سنين قد مرت عليه وليس مدركا لهذا الأمر من أصله. هذا الرجل قال: أنظرني، أمهلني قليلا. فخرج من دكاني حتى أتى جاره، قال: أنظر ماذا عثرت على. إيش هذا؟ هذا كنز. كل زمان إذا وجدنا أموالا قديمة هكذا نقول: هذا كنز. أهل أول بالعام اللي كانوا كثيرين، كل ما يحفروا حفرة في البيت يطلع لهم شيء قديم يقول له: كنز كنز، لا أين كنز؟ وكان ذلك كثيرا، وكثير منهم غير صحيح، ولكن على هكذا بساطتهم. هذا عثرت على كنز، من أين جئت به؟ قال: جاءني رجل أعطاني هذا المال ليشتري به. قال: لعله عثر على كنز، فلنأتي إليه نرغبه أو نرهبه حتى يقر لنا بما صنع. إيش قصته؟ عادوا إليه وقالوا له: يا أيها الرجل، من أين أتيت بهذا المال؟ قال: هذا مالنا، مال هذه القرية، نتداوله ونتعامل به. قالوا: أي قرية هذه؟ قال: قريتنا هذه. قالوا: إن هذا المال لم يبق له استعمال أو بطل استعماله من 300 سنة. فأي شيء تقول؟ إما أن بك لوثة من جنون أو أنك قد عثرت على كنز. فقال: لا والله، لا هذا ولا هذا، لست مجنونا حتى أكذب على نفسي وعليكم، أتهم نفسي بالجنون، ولم أجد كنزا في مكان من الأمكنة. قالوا: فما شأنه؟ قال: لا شأن لي، هذا مال معي وأريد طعاما. فجعلوا يتقاولون واجتمع عليهم الناس. فخاف هذا الإنسان وحالت منهم التفاتة، فصعد باتجاه جبله ولحقوا به فأمسكوه. أنت تثبت على نفسك أنك صاحب شأن، فما شأنك؟ فسكت. قالوا: إذا نرفعك إلى الملك. وحينها اشتد الخطب على هذا الفتى الشاب وضاق به الأمر، ولكنه عاد إلى نفسه وقال: إن شاء الله تعالى أن يأخذوني إلى الملك الظالم الذي أعهده بعد أن فررنا منه، فهو قدر الذي قدره الله تعالى علي، فأنا راض بما قسم الله تعالى لي. وهو شأن الإيمان، شأن كل مؤمن حينما يلج ويقع في البلاء، إما أن يرضى فله الرضا كما ورد في الحديث: فمن رضي فله الرضا، أي عن قدر الله، ومن سخط فله السخط. قال: إيش يعني؟ من رضي فله الرضا، أي يرضى الله عنه. أنت رضيت عن قدر الله عليك؟ نعم، سيرضى الله عنك. ومن سخط فله السخط،
غضبت ولم يعجبك قدر الله فيك، فعليك إذا سخط الله عز وجل والعياذ بالله. هذا الرجل قال رضيت بما قسم الله لي، وخرج معهم حتى أتى الملك. لما أدخلوه القصر وجدت جدران القصر ومظاهر القصر مختلفة، وجد الحرس غير الحرس، ومن حول الملك غيرهم، غير من عهدهم فيما سبق. فلما أدخل إلى الملك كان من عادتهم أن ينحنوا إليه وكذا، لم يجد الناس ينحنون له، ووجد هيئة للملك مختلفة تماما عما عهده من ذاك الظالم الذي وقف أمامه، فلم يدري من الذي أمامه. فقال له الملك من أنت؟ فقال أنا فلان. فقال الغلام الشاب أتأذن لي أن أسألك أنت من أنت؟ فعجب الملك، قال أنا ملك هذه البلاد، ولكنه كان ملكا مؤمنا. الله تعالى قال لنا في أول القصة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم في قول كثير من أهل العلم بمعنى المرقوم، يعني فعيل بمعنى المفعول. إيش يعني؟ الرقم هي الكتابة، والرقيم بمعنى المرقوم يعني لوح من حجر وضع على باب أهل الكهف بعد مدد من الزمان، أو وضعه بعض الناس ممن كان يعرف القصة في هذه القرية ليذكر أهلها بعد أن مرت السنون عليهم أن في هذه القرية قد خرج منها فتية شباب أسماؤهم كذا وكذا وقصتهم كذا وكذا. ومرت الأيام والناس يتداولون هذه القصة، وقد صارت مثلا يضرب في أجدادهم أن فتية غربوا في ثالث الدهر كان لهم شأن. فسأله الملك ما اسمه؟ فأجابه، فقال وما شأنك؟ ولك الأمان إن كلمتني. استشعر أنه خائف، حدثه بالقصة التي يعرفها مما جرى بينه وبين ذاك الملك، والملك كلما كلمه بكلمة يفرك عينيه ويحرك أذنيه ولا يدري هذا الغلام يتكلم بحق أم بباطل. فلما جعل يفصل له في أشياء لم يكن يعرفها أحد إلا من حضرها في ذلك العصر وقد انقرضوا جميعا، جعل يسأله فاذكر لي كذا فاذكر لي كذا فاذكر لي كذا، وهو مؤمن يعلم ما جرى مما كتبه كما قلت مؤرخو هذا البلد عن هذه القصة. وكلام الإنسان يا أيها الإخوة يعبر عن ذاته. كثيرون يقولون الصادق وقت بيحكي بنقط كلامه صدق، والكذاب بنقط كلامه كذب، والله حق حق، بس الإنسان شوي يكون قلبه مفتح. إذا فقط سأعطي أذني وأسمع إلى الكلام البراق، في عشرات الأشخاص ممن يبرقون الكلام ويزخرفون الألفاظ ويضحكون ويلعبون بعقول الناس على مر التاريخ، هذا ليس شيئا جديدا. كثير من الخطباء والبلغاء والفصحاء، لذلك ذم الله تعالى أكثر الشعراء. الشاعر لما تسمعه ويقول قصيدة براقة خلابة يأخذ بالألباب كأنه السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة، كما أخرجه الترمذي وغيره، وإن من البيان لسحرة. فالإنسان حينما يتكلم ويكون بليغا في الحديث قد يأخذ بك، قد يأخذ بمسامعك، ولكن إن كنت مفتوح القلب منور الفهم هل يأخذ بك فيضيع عليك الصدق من الكذب؟ أقول لا. إن كنت صادقا فلا بد أن تبدو على هذا الإنسان من نور قلبك الذي فيك أن تعرف هذا الإنسان أصادق هو أم كاذب. الملك استشعر بنور قلبه الذي هو فيه أن هذا الرجل يقول الصدق، فلما فرغ من كلامه دمعت عيناه وقام إليه واعتنقه وقتله. قال أنت والله صاحب الكهف، رجل من أصحاب الكهف الذين حدثنا أهلنا عنهم، فإن كان ما تقول صحيحا يريد أن يطمئن أكثر فخذني إلى أصحابك. أنا فلان وأنا مؤمن بالله تعالى موحد
وقد أهلك الله صاحبكم الملك منذ زمن طويل، وتغير ما في البلدة، وآمن كثير من الناس. فلما سمع الشاب بهذا الكلام دمعت عيناه أيضا. قال: بالله عليك أما تقول حق؟ قال: والله ما أقول إلا الحق. فقال: إذن هلموا معي حتى نصعد إلى إخوتي وأصحابي. وجمع الملك جماعة من أصحابه وقواد جيشه ومن لا يتهمهم، وصعد مع هذا الغلام باتجاه الجبل الذي فيه الكهف. فلما اقتربوا من الكهف قال الغلام الشاب للملك وأصحابه: أستأذنكم أن لا تدخلوا معي في البداية، وإنما أدخل أنا كي أطمئن أصحابي وأظهر لهم ما جرى معي وأبين لهم وأمهد لهم الطريق، لأنكم إذا دخلتم معي مباشرة لظنوكم الملك الظالم أو بعض حاشيته وزبانيته، فخافوا منكم وحصل ما لا يحمد عقباه. فأستميحكم أن أدخل قبلكم ليمهد لكم الجو. فقالوا: هلوم. ودخل الشاب إلى أصحابه وسلم عليهم وحدثهم بما جرى معه وقال لهم: كيت وكيت وكيت، رأيت ملكا جديدا مؤمنا موحدا، وقد أهلك الله ذلك الملك الظالم، وقد بتنا في هذا المكان 300 سنين، وهم يستغربون ما يقولون ويتعجبون مما يتلفظ به وينظرون إليه هكذا 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 وهو يحدثهم. فلما فرغ من حديثهم شاء الله تعالى أن يقبض أرواحهم تلك القبضة الآخرة، ومات الفتية الشباب في أماكنهم، وتأخروا عن الملك وأصحابه، وجعل ينتظر وينتظر وينتظر فلا يجد شيئا. طبعا القصة لها روايات متعددة، وقلنا أنه لم يرد فيها نص مؤكد محتم في السنة الشريفة حتى نأخذ به، لكني اعتمدت هذا وهو أقرب إلى الدقة والله أعلم. ينتظر الملك وينتظر فلا يجد أحدا، واستغرب، قال: ما الذي جرى؟ وجعل يظن الظنون يمينا ويسارا، ثم قرر أن يدخل الكهف هو وأصحابه. دخلوا الكهف فإذا الفتية السبعة قد ماتوا جميعا في أماكنهم، تحركوا أجسادهم فإذا لا يزال بعض منها على حرارتها، لم تفقد حرارتها بعد، فعرفوا أن هذا الكلام الذي قال لهم صاحبهم أنه كلام حق وصدق. التفتوا حولهم فإذا الكلب أيضا الذي كان يجلس على فناء الكهف قد أماته الله تعالى أيضا. دمعت عين الملك، تأثر تأثرا شديدا، والتفت إلى أصحابه: ماذا نفعل؟ هذه قصة قد أرانا الله تعالى إياها بأعيننا، وقد ذكر بعض أهل العلم من المفسرين أنه في زمنه بدأ يتسرب شيء من الإلحاد وإنكار البعث، لا يوجد بعث يوم القيامة، لم يحيي الله تعالى الموتى، كما قلت الملك مؤمن ومعه ثلة كبيرة من المؤمنين، لكن بدأت تنتشر هذه الأفكار في قريته ومدينته التي فيها إنكار إحياء الله تعالى للموتى. فلما رأى الملك ومن معه هذه الرؤيا بأم أعينهم كان ذلك حجة دامغة على كل من ينكر أن الله تعالى يبعث من في القبور، وأن الله تعالى يحيي الموتى، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. ثم إنه تساءل: ماذا نفعل بهؤلاء؟ قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. المسجد أيها الإخوة في ذلك العصر ليس كمساجدنا، كما قلنا إنه الراجح في القصة أنها حدثت ما بين سيدنا عيسى وما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. وطبعا من باب الذكرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد سنة 71 و500 ميلادية، 571 ميلادية، يعني بين سيدنا النبي وبين سيدنا عيسى 571 سنة، فهي مدة طويلة ليست بقصيرة. نعم.
فالمسجد لم يكن كمسجدنا، وإنما هو مكان للعبادة، يعبدون الله تعالى وهم موحدون كما قلنا، ذاك الملك موحد. قال: لنتخذن عليهم مسجدا. وأقاموا المسجد في ذلك المكان، وجعل الله تعالى هذه القصة لهؤلاء الفتية الشباب درسا لكل عاقل من الناس. من صدق مع الله صدقه الله، من نصر دين الله نصره الله، من اعتز بشريعة الله اعزه الله، ومن تقلب وتلجلج وتردد وكان الى الكفر اقرب منه للايمان، جعل الله تعالى في نفسه من الشك ما ينقلب به رأسا على عقب، والعياذ بالله تعالى. وجعل الله تعالى ايضا من اعظم عبر هذه القصة أن الشباب المؤمن أكثر صدقا في كثير من الأحيان من كبار السن. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد أن كان يحدث تلامذته من الشباب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله بعض الناس على سبيل التنقص: إيه أنت من يجلس عندك يا فلان يا عبد الله؟ هل جلساؤك إلا شباب؟ فعجب سيدنا عبد الله بن مسعود من هذه الكلمه، وقال لمن يقول له على سبيل الانتقاص: وهل كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الا شبابا؟ معظم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سن الشباب، والشاب قادر على حمل المسؤوليه ان فهم وان عقل. لذلك يا ايها الكرام، في هذه القصه تنبيه لنا للآباء وللشباب، للكبار وللصغار في أول العمر: اجعل نصف عينيك رضا الله عز وجل، تنل توفيقه وتيسير الأمر لك وبركة الحياة في الدنيا والآخرة، ويرفع الله قدرك ويعينك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المنتفعين بقصص كلامك المبين، والحمد لله رب العالمين.